أعلنت وزارة الإعلام عن وثيقة أعدتها لتنظيم عمل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ووضحت توجهها نحو تشريع ضوابط خاصة بتنظم المحتوى اللي بتتلقاه مختلف شرائح المجتمع. هذا الشكل طبعاً رح يناسب المعايير والقيم الاجتماعية والأخلاقية. تضمنت الوثيقة إلزام هؤلاء المؤثرين بالحصول على رخص في حال ممارستهم أنشطة إعلامية عبر حساباتهم، وبيتكرر تجديد هذه الرخص بشكل سنوي لضمان التزام المؤثرين بالمصداقية والموضوعية والمعايير المعتمدة. ورح تسعى هذه الوثيقة أيضا على تنظيم المحتوى ومنع أي إساءة للمجتمع قد تصدر عن أي من هؤلاء المؤثرين، حيث رح يتم منع أي تعديات أو تجاوزات أخلاقية. طبعا هذا بحسب ما صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبد الله المغلوث. وأشار أيضا المغلوث إلى أن بعض المشاهير في السوشيال ميديا ما بيراعوا حساسية بعض المواضيع وما بيهتموا بشكل كافي بالمادة أو المنتج اللي بيقدموه. طبعا هذا الشيء راح يتضمن رخص، وهذه الرخص راح تعمل على تقنين هذه الظاهرة فور إصدارها. إذن فالهدف الرئيسي من هالخطوة هو نشر الوعي بين المستهلكين وتوضيح نوعية المادة الإعلانية اللي قد ينشرها المؤثرين عبر صفحاتهم، وتمييزها طبعا أكيد عن التغطية العادية واللي طبعا ما بيكون منها أي عائد مادي. وتعتبر المملكة هي ثاني دولة عربية بتعلن عن لائحة لتنظيم عمل مشاهير مواقع التواصل، فقد أعلنت دولة الإمارات عن قانون مماثل قبل عدة أشهر. جدا مهم يا تغريد، يمكن نشوف بعض المشاهير يمكن يطلعوا زيادة، يمكن نشوف بعض المشاهير يختفوا. صحيح. بعد هذا التطبيق انت ايش رايك فيه؟ والله انا رايي انه هذه خطوه جدا يعني موفقه وفي محلها، لانه في النهايه يعني السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي هي مسؤوليه، وفي بعض الناس ما بياخذوها بجديه مع الاسف، ممكن ينشروا افكار يعني ممكن هي تكون تاثر بشكل سلبيا على الاجيال الصغيره. صحيح. خاصه موفقة. انه في بعض الاشياء حصلت في الوسائط الالكترونيه صار فيها شبهات ماليه، شبهات في التحويل، شبهات في الاستهداف، في ناس انضرت من منتجات، في ناس مغرضة صحي وبشكل مسألة الضرر في المنتجات أنا ممكن أعتقدها أنه 10%، لكن مسألة الاستهداف لأمن المملكة، مسألة إثارة النعرات والطائفية وإثارة ضد الوطنية، هنا هي أكبر مشكلة لازم نخلي بالنا منها. طبعاً. وإذا المؤثر أو المشهور بأي طريقة كان أو بأي جنسية كان أو حتى اختلاف جنسه استهدف مثل هالأشياء داخل البلد، صدقني والله بيطيح في ناس